السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق تيذرن. هذا التطبيق اللي هو خاص بالدخول إلى إعدادات الراوتر، وكذلك حظر بعض المستخدمين وتغيير كلمة المرور الخاصة بالراوتر. هذا الفيديو راح نشرح فيه طريقة تفعيل التطبيق، تابعوا وياي الشرح ولا تنسانا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لك كل شيء جديد، وكذلك رابط التطبيق راح تلقونه بالوصف مال القناة. ندخل الى تطبيق التيثر بعد تحميله من المتجر او من السوق بلاي. هنا يقول لك اقبل الشروط، لازم نعلم هنا علامة صح وهنا علامة صح حتى نقبل بالشروط وتفتح لنا نافذة الاستمرار. نضغط على استمر. هنا تظهر لنا هذه الواجهة اللي هي تسجيل الدخول او انشاء معرف تب لينك. اذا كان لديك حساب تضغط على تسجيل الدخول، واذا كان ليس لديك حساب نضغط على انشاء معرف تب لينك. هنا يقول لك حساب البريد الالكتروني الخاص بك، سيكون عنوان بريدك الالكتروني الذي ادخلته هو معرف التب لينك الخاص بك، وسنرسل إليك رسالة للتحقق. ندخل البريد الإلكتروني. بعد ما دخلنا البريد الإلكتروني الخاص بنا نضغط على التالي. بعد ما اختارينا البريد الإلكتروني الخاص بنا نضغط على التالي. هنا يقول لنا كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، نكتب كلمة المرور ونرجع لكم. بعد ما كتبنا كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور تكون متشابهة، هذه كلمة المرور تشبه هذه كلمة المرور بالضبط، ونضغط على الموافقة على الشروط ونضغط على التسجيل. لتنشيط معرف التب لينك الخاص بك تم ارسال رسالة الكترونية الى الايميل. مثل ما جاي تشوفون وصلت لنا الرسالة الالكترونية على الايميل. نضغط على اضغط لاكمال التفعيل او اكمال عملية التسجيل اللي باللون الاصفر حتى يتم تفعيل الحساب. يقول لك هنا تهانينا، تم تنشيط بنجاح. نرجع الى التطبيق. هنا نضغط مفعل واريد تسجيل الدخول. هنا كتبنا الايميل وكتبنا الرمز وتم تسجيل الدخول. هنا راح يطلع لنا الراوتر الخاص بنا، الراوتر او الراوترات القريبة على الجهاز. نضغط على اسم الراوتر. هنا يطلب من عندنا رمز الراوتر، اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بالراوتر. نقوم بإدخالها والرجوع إليكم. ملاحظة، هنا اسم المستخدم مال الراوتر وليس اسم مستخدم الاشتراك، وكلمة مرور الخاصة بالراوتر وليس كلمة مرور مال الاشتراك. يعني كلمة المرور مال الراوتر اللي هي تجي دائما من الشركة آدمن، لكن بعض الأشخاص يغيروها ويخلونها حسب مزاجهم. نكتبهن ونرجع لكم. بعد ما كتبنا اسم الراوتر وكذلك كلمة المرور نضغط على تسجيل الدخول. حاليا تم تسجيل الدخول إلى الشبكة. مثل ما جاي تشوفون أنه عدد العملاء هم 2. هذه هي الصفحة الرئيسية. حاليا عدد المتصلين، نضغط على العملاء. هذه ما عدد المتصلين اللي هم 2 جهازيا، نضغط على اي جهاز. اذا حبينا نحضر نضغط على حظر او منع. حاليا مثل ما جاي تشوفون تم حظر احد الاجهزة، واذا حبينا نشيل الحظر فقط نضغط على عرض ونضغط على الجهاز ونضغط فك الحظر. هنا اسم الشبكة. اذا حبينا نغير كلمة المرور نضغط على السهم. ونضغط في المنتصف. من ثم نضغط هنا ونقوم بتغيير كلمة المرور.
بعد تغيير كلمة المرور نضغط على حفظ. عندك هنا الأدوات، هنا عندك النظام ووضع التشغيل، هنا النظام، هنا إعادة تشغيل الراوتر إذا حبينا نسوي له ريستارت يعني إطفاء وتشغيل وليست فرمته. إذا حبينا نسوي له فرمته نضغط على إعدادات المصنع الافتراضية، وإذا أردنا نقوم بتسجيل الخروج من هنا. عندك هنا الرقابة أو التحكم الأبوي، وعندك هنا الاتصال بالإنترنت والشبكة اللاسلكية ومشاركة الشبكة وإعدادات متقدمة. يقول لك هنا يتيح لك تيثر إعدادات وإدارة شبكتك بسهولة للمزيد من المميزات المتقدمة مثل الخوادم وغيرها. هنا الرقابة والتحكم الأبوي، هنا إذا قمنا بتشغيل الرقابة والتحكم الأبوي يعني راح نتحكم به في بعض الأجهزة. عندنا هنا قائمة الطفل، نضيف قائمة الأجهزة أو قائمة الطفل أو أجهزة الأطفال لعدم الدخول إلى المواقع الغير أخلاقية. وهذه هي الصفحة الرئيسية، هنا نضغط على 3 خطوط، يتم عرض الحساب حاليا، هنا عدد الأجهزة، هنا مختبر تيثر. يقول لك هنا مكتشف الواي فاي، اكتشافات لجميع الأجهزة أو الواي فاي القريبة من عندنا مثل ما جاي تشوفون حاليا اكتشفنا الشبكات القريبة من عندنا، جاي تظهر جميع الشبكات. حاليا خليه يكمل بحث، عندنا هذا راوتر وهذا تليفون وهذا هم اعتقد راوتر. يعني تطبيق جدا حلو وتطبيق رائع، اتمنى الكل يستفاد من عنده، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لكم كل شيء جديد، ولا تنسون رابط التطبيق بالوصف. مع تحياتي للجميع.